بدء الصوم الكبير، أريد أن أعطيكم فكرة عن الصوم وعلاقته بالتوبة. الصوم وعلاقته بالتوبة. الصوم ليس منفصلا عن باقي الفضائل، ولا هو فضيلة جسدية لوحده. لو اعتبرنا ان الصوم فضيلة جسدية بيمتنع فيها الجسد عن الطعام او يغير انواع الطعام او يأكل اطعمة نباتية او غيره، يبقى احنا مش فاهمين الصوم. الصوم ليس فضيلة جسدية، انما هو فضيلة للروح. صدقوني انا بعض اوقات كنت اقف كده ويقف امامي سؤال عجيب عجيب عجيب، يا ريتكم تردوا عليه ان عرفتوه. السيد المسيح لما تلاميذه ما قدروش يخرجوا شيطان، قال لهم هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم. السؤال اللي انا عايز اسأله، ما هو نوع الصوم الذي يخرج الشياطين؟ ما هو نوع الصوم الذي يخرج الشياطين؟ هل هو صوم زي اللي احنا بنصومه؟ ولا صوم بترتعب منه الشياطين وتخاف وتخرج؟ لازم صوم من نوع تاني. هو ده الصوم اللي احنا عايزينه، الصوم الذي يستطيع ان يخرج الشياطين. ليس من الناس الغرباء اللي عليهم شياطين، يعني ناس سبجكتد للشياطين، لا، ده حتى يخرج الشياطين مننا احنا ما يخليش لشيطان سلطان علينا. المسيح قال كلمة لطيفة، الرئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. الانسان المنتصر اللي الشياطين ما تقدرش عليه، ده الصوم. فيبقى ايه هو الصوم هنا؟ واسأل سؤال تاني، كم صوما مر عليكم وانتم كما انتم؟ كم صوم مر عليكم وانتم كما انتم؟ نفس الطباع، نفس الصفات، لم يتغير فيكم شيء. يبقى لازم الصوم كان بطريقة غلط. الصوم الحقيقي يخرج الشياطين، والصوم الحقيقي يرفع النفس إلى الله. الصوم هو فترة مقدسة مثالية غير عادية. فاكر واحنا شبان صغيرين زمان، يعني قوي، كنا بناخد تدريب روحية في مدارس الأحد، من ضمنها تدريب اليوم المثالي. تدريب اليوم المثالي، ازاي الواحد يسلك بطريقة مثالية في هذا اليوم، يوم غير عادي، سواء في روحياته، في بعده عن الخطية، في الإيجابيات، يوم مثالي. وبعدين إذا نجح اليوم المثالي يتكرر بين الحين والآخر. ففترة الصيام هي فترة مثالية من هذا النوع. يعني لو وجدت ان ايام الصيام الكبير زي الايام الباقية ما عدا تغيير الاكل، يبقى انت مش ماشي في الصوم مظبوط. ده ايام غير عادية، عشان كده بنسميه الصوم المقدس. لازم تفكر
امتى اخدت ايه من ربنا في فترة الصوم وربنا اخد منك ايه في فترة الصوم، وحاسب نفسك. فترة الصوم فترة ارتفاع عن الجسد تماما وعن الماديات، فترة بتخصص فيها نفسك لربنا وتنشغل بربنا من قلبك من فكرك من ارادتك من كل حاجة. لو جالك الجسد تقول له اسف انا مش فضيلك دلوقتي، انا الوقت ده مش بتاعك. الكتاب بيقول لكل شيء تحت السماوات وقت، وهذا الوقت ليس ليك ايها الجسد، الوقت ده بتاع ربنا. تاكل ما تاكلش انا ما بيهمنيش، تستريح ما بتستريحش انا ما بيهمنيش، انا مشغول دلوقتي بربنا. اذا كنت عايزني اهتم بيك تعال معايا نشتغل سوا مع ربنا، مش عايز انا لا اعرفك ولا تعرفني. ادي الصوم. لكن الصوم تقول بناكل طعام نباتي ونوضب الطعام النباتي بطريقه تبقى اشح من الاطعمه الحيوانيه، يبقى ما استفدتش حاجه ابدا. ده انت بترتفع فوق مستوى الجسد، ترتفع فوق مستوى الجسد ومشتهيات الجسد وكل ما يلذ الجسد بالسمع بالبصر باللمس بكل حاجة بكل الحواس. فترة توبة. لذلك تعجبني آية كويسة في صوم نينوى، بتوع نينوى صاموا، وبعدين لما صاموا ربنا سامحهم، وبعد ما كان هيعاقبهم بطل عقوبة ليكم. لماذا؟ هل لأنهم صاموا؟ لا، ده بيقول الكتاب فلما رأى الله أنهم رجعوا عن أعمالهم الردية، لما رأى الله أنهم رجعوا عن أعمالهم الردية وعن الشر الذي في أيديهم ندم الرب على الشر الذي أراد أن يفعله بهم فلم يفعله. مش لما رأى ربنا أنهم صاموا، لما رأى ربنا أنهم رجعوا عن الشر الذي في أيديهم، يعني لما رأى أنهم تابوا. إذن الصوم كان وسيلة للتوبة، الصوم هو وسيلة للتوبة. لما أنا أمنع الجسد عن الأكل امنعه عن كل خطية اخرى وامنعه عن ملاذ الجسد، يبقى بالشكل ده هتوب، غير كده ما يبقاش صيام. هو الصيام علاقة بيننا وبين الطعام، اخد بروتين حيواني ولا بروتين نباتي هو ده الصوم، اكل ما كلش هو ده الصوم؟ لا، ده الصوم علاقة مع ربنا اولا واخرا، علاقة توبة. اول حاجة علاقة توبة. وانتم بتشوفوا الطقوس اللي احنا بنعملها في الصيام بتاع التوبة، الذي يصوم ولم يتب صيامه باطل وغير مقبول عند الله. الذي يصوم ولم يتب صيامه باطل وغير مقبول عند ربنا. طب الرجل الفريسي وهو والعشار قال لربنا بصوم يومين في الاسبوع، لكن لانه لم يتب عن الكبرياء اللي في قلبه وإدانة الاخرين اللي في قلبه ربنا ما قبلش صومه فلم يخرج مبررا. اهو صام. في اشعياء بيقول لماذا صمنا ولم تنظر؟ قال لهم اهذا صوم اختاروا؟ ما قبلش صومهم. ليه؟ لانهم ما كانوش بيعطفوا على الفقراء وكان قلبهم شديد. كل عبادة
موجودة والشر موجود في القلب تبقى عبادة غير مقبولة. عشان كده في أشعياء واحد ربنا لم يقبل لا أصوام ولا تقدمات ولا صلوات الشعب، وقال لهم لأن أيديكم ملآنة دما، روحوا نظفوا نفسكم في الأول. بتقدم جسدك ذبيحة لله في الصوم، بيقول ذبيحة الأشرار مكرها للرب. ربنا لا يقبل الصوم مع الخطية، ربنا لا يقبل الصوم مع الخطية، هو صوم مرفوض 100%، ما يقبلوش. الصوم ده مش فضيلة مستقلة واقفة لوحديها كده بعيدة عن بقية الفضائل، لا، مش فضيلة مستقلة قائمة بذاتها، لا، ده الصوم ده مندمج بالتوبة ومندمج مع انسحاق القلب. شوفوا يوئيل النبي في الصوم بيقول ايه، بيقول قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، ارجعوا الي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الى الرب. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، ادي الصوم فترة تبكي فيها على خطاياك وترجع فيها عن خطاياك وتقدم قلبا نقيا لله. انا عايز اقول لكم حقيقة تثبت في ذهنكم، الله لا يسر بالجسم الجائع وإنما يسر بالقلب النقي. نقدم لله قلب، لأن بيقول يا ابني أعطيني قلبك. هل معنى كده يكفي القلب وبلاش صوم؟ لا، ده الصوم مع القلب النقي يبقى وصل لفوق. إذا صمت بجسدك صم أيضا بروحك، صوم الجسد مع صوم النفس. الصوم ليس مجرد البعد عن الماديات، إنما هو الزهد في الماديات. جايز تبعد عن الطعام وعن الماديات وانت بتضغط على نفسك بالعافية، لا، ده الصوم كلما يرتقي الانسان يزهد في الماديات، يبقى امور ملهاش قيمة في نظره، تفقد الماديات قيمتها في نظره من فرط ارتباطه بربنا في فترة الصوم. الصوم فترة بتدي فيها الجسد اجازة من الطعام والماديات علشان الروح تاخد فرصتها في حياة التوبة، في حياة المحبة. عشان كده ارتبط الصوم بالصلاة، والصلاة ترتبط بمحبة الله، ومحبة الله ترتبط بالتوبة. لكن نصوم يعني جسدنا بس يمتنع عن الطعام، مش دي اللي تبسط ربنا. لازم يكون فيه ايجابيات اثناء الصوم. اذا اردت انك انت تصوم صوما مقبولا عند ربنا، ابحث
ما هي الخطية التي تتعبك بالذات وابعد عنها. في واحد يقدر في الصوم يضرب 200-300 مطانية، لكن في خطية في قلبه مش قادر يبطلها. ربنا يقول له أنا عندي تبطل الخطية دي أهم من 200-300-400 مطانية. ابحث ما هي الخطية التي تبعدك عن الله، تفصلك عن الله، لا تجعل قلبك نقيا يسكن فيها الله. شوف الخطية دي ايه وابعد عنها. في ناس اتقياء جدا وابرار جدا، ولكن خطية واحدة بتتعبهم وممكن تضيع انفسهم من اجل الخطية الواحدة دي. لولا رحمة ربنا اللي بتفتقد البعض. يعني سليمان مثلا، سليمان كان احكم اهل الارض وربنا بيحبه، وتراءى له مرتين، ظهر له مرتين، مرة في جبعون ومرة في اورشليم، وسمح ان هو اللي يبني الهيكل ويدشن. لكن كان له خطية كبيرة، هي محبة النساء لدرجة اتجوز منهم بلا عدد، والنساء املنا قلبه للاصنام ولم يكن قلبه نقيا. من اجل هذه الخطية الواحدة كاد سليمان ان يضيع، لولا ربنا افتقده ووبخه وعقبه. وقال لداود عنه قبل ما داود يموت، قال له ابنك ده هيجلس على كرسيك، ان اخطأ اؤدبه، لكن لا امنع رحمتي عنه مثلما فعلت مع شاول. اهو كان بيصوم وبيصلي وكتب اسفار عديدة من الكتاب المقدس، لكن خطية واحدة كانت نقطة الضعف التي فيه. بالعام كان نبيا وتنبأ نبوءات كويسة جدا عن المسيح، لكن كان عنده خطية واحدة تعباه، محبة المال. الشاب الغني قال للمسيح هذه الوصايا كلها حفظتها منذ حداثتي، لكن كان عنده نقطة ضعف واحدة، محبة المال خلته يمضي حزينا. انت في الصوم شوف ايه نقطة الضعف اللي عندك وحاول تتخلص منها. ايوب الصديق كان رجلا بارا، وشهد عنه الرب ان كان كاملا ومستقيما، يتقي الله ويبعد عن الشر، لكن كان فيه نقطة ضعف واحدة، كان بارا ويعرف عن نفسه انه بار، ولذلك كان بارا في عيني نفسه. كما ورد في ايوب اصحاح 32 آية 1 بيقول فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. خطية واحدة، لذلك ربنا جرده من كل شيء علشان يعالج الخطية دي. توما الرسول، ما كان رسول ومن تلاميذ المسيح وكويس، لكن كان عنده نقطة ضعف واحدة، الشك، يحتاج انه يخلص من الشك ده. فكركم الهرطقة مثلا، كانوا يعرفوا كتير في الدين، لكن كان عندهم نقطة واحدة هي الفكر الخاطئ، الدين.
لذلك ان اردت انك انت تتوب ابحث ما هي نقطة الضعف التي فيك وعالجها. اوعى تفتكر ان الشيطان بيحاربك بكل الخطايا، لا ابدا. الشيطان يجس نبضك كده، يحط السماعة على قلبك، على صدرك، على فكرك، على عينيك، كله، ويشوف ايه اللي ضعيف اللي عندك ويخش يقول ما هو الباب الذي ادخل منه الى هذا الانسان، هيجيب لك كل الخطايا. لا، واحدة بس كفاية، واحدة ويلعب بيها بقى، زي ما تكون واحدة ست فنانة في الطبخ والطعام واحد تعمله مرة كده ومرة كده، مرة مسلوق ومرة مقلي ومرة بالزيت ومرة بالسمن ومرة مسبك ومرة ملبك، وتعمله زي ما تعمله. المهم الشيطان برضو ياخد الخطية دي ويشكلها. فابحث عن نقطة الضعف التي فيك. لا تقل انا هزمت جوليات الجبار، انا هزمت جوليات الجبار وبالزلطة قتلته. لا تقل انا قتلت الدب والاسد ونجيت الشاه من بين اسنانهم زي ما قال داود. لا تقل انا احتملت شاول وما قدرتش امد ايدي الى مسيح الرب. عارف تقول ايه؟ قل انا ميدان معركتي مع بالشبع. بس هي دي نقطة الضعف. هو داود كان عنده ضعف كتير. داود ده كان رجل المزمار والقيثار والعشرة الاوتار، كان رجل صلاة ودموع، لكن نقطة واحدة هي اللي نزلته الارض. ابحث عن نقطة الضعف التي فيك موجودة فين، وقتالك في هذه النقطة. اوعى تقول انا تعبان بشهوة الجسد قم اقدم اصوام وصلوات ومطنيات، ربنا يقول لك لا، المعركة في شهوة الجسد هي دي. ان انتصرت فيها انتصرت في كل شيء، ان انهزمت فيها كل الاشياء التانية مش هتجيب لك نتيجة. في فترة الصوم اجلس مع نفسك وقول اين هي ضعفاتي، ولا تغطي على هذه الضعفات بفضائل اخرى. ما تقولش انا يعني مواظب على الصلاة، مواظب على قراءة الكتاب المقدس، مواظب على الاجتماعات. لا، قل لنفسك انا ضعيف في ايه، انا ضعيف في ايه. لما يكون تلميذ ناجح في كل العلوم وسائط في درس واحد مش هيعتبر سائط؟ يقدر يفتخر بنجاحه في بقية العلوم؟ لا، هو سائط سائط. فشوف انت سائط في ايه، ايه نقطة الضعف اللي فيك، ايه العادة اللي مش كويسة عندك، ايه الشهوة اللي بتتعب قلبك، ايه الخطية اللي بتفصلك عن ربنا، وحاول انك تعالج هذه النقطة في الصوم، تركز عليها تركيزا قويا. حيثما هزمك العدو لابد ان تنتصر، سواء في افكارك، في قلبك، في جسدك، في حواسك، في لسانك، في علاقتك مع الله، في علاقتك مع الناس. شوف انت ضايع فين. وفي حياة التوبة اسأل نفسك هذا السؤال: ما مركز الله في صومك؟ ايه مركز ربنا في الصوم بتاعك؟ ايه مركز ربنا
في ممارساتك الروحية وفي حياة التوبة وفي اشتياقك لربنا. وبعدين تقول له أنا يا رب من أجلك أصوم ومن أجلك آكل. من أجلك أصوم لكي ترتفع روحي وتتصل بيك، ومن أجلك آكل لكي آخذ قوة أعبدك بيها. من أجلك أصوم ومن أجلك آكل. ولا الواحد بتمر عليه أيام الصوم من غير ما يفكر إنه صايم لأجل ربنا؟ ما في ناس بيصوموا لأن دي عادة، لأن دي أوامر الكنيسة، لأن ده طقس كلنا صايمين. لكن طب ربنا فين؟ ايه علاقتك بربنا طول النهار وطول فترة الصوم؟ هل الصوم قربك الى الله بالاكثر؟ هل الصوم زود محبتك لله بالاكثر؟ هل الصوم كان فترة من فترات الغذاء الروحي اللي بتتغذى به روحك؟ ولا صوم يعني اكله وشربه وبس؟ الحاجات دي ما تنفعش ابدا. خلي صومك فترة توبة، ونبتدي نعمل لانفسنا برنامج توبة نمشي بيه. توبة تشمل اخطاء اللسان، وتشوف ايه اخطاء لسانك ايه. توبة تشمل اخطاء الفكر، وتشوف اخطاء فكرك ايه. توبة تشمل شهوات القلب، وشوف شهوات قلبك ايه. توبة علاج للتقصيرات في حياتك الروحية، وشوف التقصيرات دي تطلع ايه. وبهذا الشكل ربنا يقبل صومك. نكتفي بكده وتفضل.